يا أرحم الراحمين، نسألك فواتح الخير وخواتمه، جوامعه أوله وآخره، باطنه وظاهره، يا ذا العطاء والفضل والمنة، نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك من خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد وعبادك الصالحون. نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا أكرم الأكرمين. هو الأديب والشيخ صاحب الروافد الثقافية المتعددة التي تركت بصمة واضحة في مشروعه التجديدي، وكان أول من قال إن أول التجديد هو قتل التراث فهما. الأديب والشيخ أمين الخولي في مصر أرض المجددين. يتمثل محور مشروع التجديد عند أمين الخولي، وهو الذي ألف في المجددين وتتبع مشروعاتهم وسيرهم في الاهتمام بالمنهج والاهتمام بالتراث وبالإصلاح الذي ظهر في رسالة الأزهر في القرن العشرين. أمين الخولي هو صاحب تلك الكلمة البليغة: من أراد التجديد فليقتل التراث بحثاً وإدراكاً عميقاً وإلا كان تبديداً. رحم الله أمين الخولي. فضيلة الدكتور، أهلاً بحضرتك. أهلاً وسهلاً بكم. أهلاً بكم مولانا. لو تحدثنا عن الشيخ الأديب أمين الخولي ماذا نقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. فضيلة الشيخ العلامة الأديب أمين الخولي ولد سنة 1895 ومات سنة 1966 عن 71 سنة. هذه الحياة الحافلة مكنته من أن يدرس على نظام الأزهر القديم لما كانت النظام العالمية فيه يساوي الدكتوراه. والشيخ أمين الخولي كان دمه ولحمه في قضية التجديد. يعني ده من الناس اللي هم إيه اللي لازم نذكرهم ولازم نجيبهم، وألف المجددون في الإسلام. صدر منه الجزء الأول والجزئين التانيين لسه لغاية النهاردة ما صدرهوش. الشيخ أمين الخولي مش فقط مجدد ومش فقط معه مشروعه التجديدي، لكن أيضا ألف في التجديد. رحلته العلمية أنه درس في الأزهر وكان يرتدي زي الأزهري، ومن الله عليه ببعثة إلى إيطاليا وخاصة إلى الفاتيكان، وجلس هناك في إيطاليا حوالي 12 سنة تعلم فيها الإيطالية يعني تعلما تاما. وكان يعني يدعو إلى التجديد
سواء كان ذلك في اللغة أو سواء كان ذلك في الأدب أو في التفسير، حتى إنه دعا إلى ما يسمى بالتفسير البياني. بمعنى؟ يعني يريد أن يتعامل مع القرآن كأن القرآن يخاطبه، وبعلوم البلاغة واللغة وكل ما وصل إليه الذهن السابق من تراكم معرفي يتشبع به، ثم يقرأ القرآن من ناحية الواقع، ليس مهتما بقضية البلاغة فقط، بل البلاغة أداة، إنما مهتم بتفسير قوله تعالى تبيانا لكل شيء. يعني هو بيعتبر أن القرآن يبين لي، فلا بد أن أفسره تفسيرا بيانيا، يعني أبين ما الذي يحدث أمامي في القرآن الكريم. وهنا أنشأ جماعة أدبية اسمها الأمناء، هو أمين مظبوط واخد بالك، فنسبوا إليه. وهذه الجماعة تكونت من أجل تبني هذه المدرسة، يعني كأنه أنشأ مدرسة لقضية التفسير البياني، دي حاجة جديدة لم تكن من قبل. في تفسير بلاغي، في التفسير اللغوي، في التفسير الفقهي والأحكام، فيه التفسير الفلسفي، فيه التفسير الصوفي، لكن ده التفسير البياني. أهي دي حاجة من مشروعه التجديدي. لما راح إيطاليا ودرس أحوال الفاتيكان، الفاتيكان هي عبارة عن دولة داخل دولة، اتفقوا بعد بتاع مع نشأة الفاتيكان، اتفقوا مع الإيطاليين إن إيطاليا دي تبقى مدنية تفعل ما تشاء، تبقى علمانية ما فيش مانع، تبقى مستقلة بقوانينها بأحوالها بثقافتها، وإن الفاتيكان ككنيسة تكون كنيسة تمثل دولة هي والمحيط بتاعها، نسميه في اللغة العربية الحريم، حريم يعني الفناء الذي يحمي الداخل. هذه هي دولة الفاتيكان، وهي أصغر دولة في العالم لأنها عبارة عن مكان ببيوته بتاع، في بيوت حوالين الفاتيكان للخدمة أو يسكن فيها القساوسة والكاردينالات، لكن في النهاية الفاتيكان دولة، يعني بابا الفاتيكان رئيس دولة ويعامل معاملة رؤساء الدول في البروتوكولات. شاف طريقة التعليم وابتدى يقارن بطريقة التعليم الأزهري، شاف طريقة الإدارة، شاف طريقة الاستثمار للأموال، وابتدى يقارن هذا بأوقاف الأزهر. فالتملي كان عينيه على ما نشأ عليه من إصلاح الأزهر، رغم أنه لم يكن أزهريا بالشكل المعروف، يعني كان بيلبس على ما قرأت يعني بيلبس الزي الأزهري ولكنه لم يكن أزهريا. هو كان يريد كسر الجمود. يعني مرة الشيخ أمين، أقول لك حاجة غريبة ما أعرفش يعني كثير من الناس يمكن ما يعرفهاش، لابس الكاكولا والعمة، بعدين خطر في باله أن طب العمة ليه، فلبس برنيطة. واخد بالك النفسية دي، النفسية الجريئة دي اللي تعمل حاجة غير مألوفة، والمتلقي هيتلقاه أيضا بغير ألفة. لكن هو كان أزهري أزهري. لما ترك الزي الأزهري بقى وخلع، هو عمل كده على فكرة يومين ثلاثة بس، وبعدين لما لقى إن الناس مش مستوعبة ما هو خارج المألوف، يعني كان الشيخ أمين عنده حركة غريبة قوي ما حدش برضو يعني عايزة تأمل شوية كده. بعد ما لبس البدلة فكان يجي
يشمر الكم كم الشياكت عشان يتوضا وبعدين يتبين له انه ده لا يصلح هو لازم يخلع الجاكيت ولازم يفك القميص ولازم يعمل كده في القميص مش في الجاكيت. لكن كانت حركه تلقائيه انه هو راجل مصلي وبيحافظ على صلاته وعايز يتوضى فبيعمل الحركه دي. انا بقول لك الكلام ده لانه ده بيبين شخصيه المجدد كيف تعاني مع العصر بتاعها. ولذلك لما عمل بقى الأمناء دي كانت مدرسة وكانوا يوقعوا كده من الأمناء. عائشة عبد الرحمن اللي هي شهيرة بكلمة بنت الشاطئ تزوجها كانت تلمزته فتزوجها. ولما رحل قالت كلمة بليغة قالت علمني كل شيء إلا كيف أفارقه. واخد بالك يعني عيني تأثرت به وظلت متأثرة به إلى آخر يوم في حياتها. المهم نرجع مرة ثانية إلى الشيخ أمين الخولي. الشيخ أمين الخولي اهتم بالمنهجية وبإنشاء أداة جديدة للتفسير تتناسب مع الاحتياجات المصالح المقاصد العصر. عظيم. واهتم أيضا بقضية التجديد اللي فيها نوع من أنواع المعرفية. المعرفة يجب علينا أن ندرس. اتعلم إيطالي كويس قوي وراح قعد في ألمانيا 3 سنين وتعلم ألماني فكان يقرأ ويكتب بالإيطالي وبالألماني ومن هنا منفتح اتسعت ثقافته جدا. جات الحكومة بقى عملت مسابقة للأزهر فألف رسالة الأزهر في القرن العشرين. رسالة حط فيها بقى كل رؤيته وكل مقارناته واستفادة خبرات العالمين من الفاتيكان من الرحلة بتاعت ألمانيا من حضوره للمؤتمرات اللي كان بيحضر فيها مع الشيخ الإسلام مصطفى عبد الرازق إلى آخره. فلما ألف الرسالة علشان يقدمها لأنه كان في دعوة للمفكرين والعلماء إن هم يكتبوا في الموضوع ده رسالة الأزهر في القرن العشرين هم راحوا اختاروه محكم يعني يحكم للناس اللي متقدمين فمعرفش يقدم الرسالة دي وبعدين بعد كده طبعها. لكن لأنه هو بقى محكم ما ينفعش بقى يحكم على روحه. مظبوط. وما ينفعش أنه هو من ناحية تعارض المصالح أنه هو يقدم في مسابقة هو اللي بيحكم أحد الحكماء فيها أو المحكمين فيها. فالشيخ كان له دعابة كان تملي يداعب كده وكان خفيف الظل وخفيف الروح. فهو في لجنة التحكيم قال لهم طب رسالة الأزهر اشمعنا في القرن العشرين طب ما يكونش في القرن 14 الهجري ليه طب رسالة الأزهر في القرن العاشر من الأزهر ما هو القرن القمري العاشر للأزهر يداعبهم بهذه الطريقة. لكن الرسالة الحقيقة لو كان لم يكن محكما لفازت بالمرحلة الأولى لأنه وضع فيها خبرته وضع فيها جزء من مشروعه التجديدي كما وضعه في كتابه عن المجددين في الإسلام. طيب أذن فضلك بعد الفاصل نتكلم بقى عن كونه جزء من المشروع الوطني. المشروع الوطني ثورة 19 كان مشارك فيها مع الزعيم سعد زغلول نفي إلى سيشل تفاصيل أخرى كمان مشروع الفني إنجاز التعبير يعني بعد الفاصل خليكم معنا. قرية شوشاي بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية تلك الرقعة المباركة من أرض مصر
تحتفظ داخلها بسيرة واحد من أهم علماء التجديد الإسلامي في العصر الحديث، هو الإمام أمين الخولي. فمنزله مصمم بشكل فريد ومختلف، يعد قبلة للمصريين ولأحفاد الإمام الذين يتجمعوا فيه بشكل دوري للاحتفاء بسيرته العطرة والطاهرة خلال الاحتفال بالأعياد والمناسبات الخاصة. كما أن الطريق لضريح الإمام الخولي داخل القرية هو أشبه بلوحة فنية وسط جمال وسحر الأراضي الزراعية الخضراء، ولا زال ضريحه المبارك ينشغل بزيارة طلابه ومريديه حتى اليوم. الإمام أمين الخولي كان شيخا وأديبا ابن أرض القمر مدينة أشمون، التي دونت اسمه على أحد مدارسها بميدان الساعة، أحد أشهر الميادين داخل أشمون، كنبراس وبرهان لهذا العالم الجليل. رحب بفضيلة العلامة الأستاذ الدكتور علي جمعة. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا مولانا. بنستقبل الحديث حول شخصية الشيخ الأديب أمين الخولي، والحقيقة زي ما حضرتك تفضلت كده قبل الفاصل، واضح أنه هو متعدد الروافد، سواء من الداخل من داخل مصر أو حتى في زيارته للفاتيكان، فرنسا، ألمانيا، وتعلمه للأدب وللغة. كون أنه أيضا يكون له مشروع غير الأزهر وتطوير الأزهر، وهذه الاستراتيجية يكون عنده أو هو جزء من المشروع الوطني في ثورة 19 ليدور مع زعيم سعد زغلول وبالتالي الوفد بعد ذلك، يعني كان إيه ملامح هذا الدور وهذه المشاركة؟ إحنا عندنا مولود 95، في ثورة 19 عنده 24 24 ده يعني نضج ورشد، 21 سنة بيبقى رشيد، يبقى 24 بيبقى كامل الرشد. ثورة 19 دي ثورة المصريين، ثورة الهلال والصليب زي ما بيقولوا، ثورة دافعت عن رغبة المصريين للتحرر من الاستعمار الإنجليزي وما يفعله من مآسي ومن مخازي في الوطن. لابد كان لذلك المجدد أن يشارك في هذا العمل، وكان أمين الخولي يميل إلى توجهات الوفد. الوفد على رأسه كما نعلم سعد باشا زغلول. سعد باشا زغلول كان أزهري وتعلم في الأزهر وتربى في الأزهر، وله من العجائب كتاب في فقه الشافعي. سعد باشا رحم الله الجميع. فسعد باشا كان يعني ينجذب إليه كثير جدا من الأزهرية، يعني كثير من الأزهرية كانوا من الوفد، ومنهم أمين الخولي. أمين الخولي لما فتحت الجامعة المصرية أصبح أستاذا للأدب فيها، وأصبح أستاذا للأدب المصري، والأدب المصري يعني كمان قرأ في التاريخ وقرأ في المرحلة الفرعونية وكذا إلى آخره. وكما ذكرنا أنه له كمان توجه أدبي، ألف مسرحية الراهب المتنكر، يعني 17 تعرضت في دار الأوبرا 1917 طبعا الأوبرا اللي فتحها الخديوي إسماعيل، فهي 1917 كانت أوبرا عالمية، وكان كانت يعني خلاص بقت واقفة على رجليها، مش محتاجة لأوبرا عايدة ولا كذا إلى آخره. فده كان من تأثير وجود هؤلاء المجددين في الحياة العامة، الحياة السياسية، الحياة الثقافية، الحياة الاجتماعية، والحياة الدينية بدون شك. فأمين الخولي الحقيقة كان له وجود في كل هذا، وكان نشيطا، وهذا النشاط لازمه طول حياته وأجهده، يعني هو كان ممن يبذل الجهد لغاية الإعياء، لكنه استمر في العطاء إلى أن قضى الله أمرا كان مفعولا. رسالته
للأزهر في القرن العشرين ومع كتاب المجددين ومع ما ألفه في الأدب وفي الرواية وفي التدريس أيضا، لأنه هو له كتاب ماتع عن الأدب المصري قديما وحديثا، ودرسه، درس هذا الكتاب في الجامعة المصرية لتلامذته. الشيخ أمين كان له مقولة مهمة جدا جدا في ما نحن فيه الآن، وهي أن من أراد التجديد فعليه أن يقتل التراث درسا وبحثا وتعمقا. وده دلوقتي بقى بعض الناس يجي إيه يقول لك من أراد التجديد فليقتل التراث ويقف زي فويل للمصلين كده. لا، الشيخ أمين ما قالش كده. الشيخ أمين بيقول من أراد التجديد فليقتل التراث درسا وبحثا وتعمقا، وإلا لم يكن تجديدا بل كان تبديدا. التجديد والتبديد دي اللي احنا بنقولها كتير جاية من أمين الخولي ومن إرشاداته. الكلمة عميقة جدا، وهو إنك أنت لابد أن تطلع على التراث، يبقى إذن له موقف من التراث، وهو أن نقتله درسا وبحثا وأن نتشبع به تشبعا تاما حتى ندرك مناهجه فنأخذها نطبقها نطورها نزيد فيها. هذا كلام مهم جدا، ولا نقف عند مسائل التراث لأنها زمنية يمكن أن تتغير يمكن أن تتبدل. يبقى إذن له موقف من التراث، له موقف من إدراك الواقع والاستفادة من كل تجربة بشرية من أجل التطوير والتغيير ومن أجل الرفاهة والسعادة، يبقى لي مع حاجة مع الواقع، له مع المنهجية وأكثر من الكتابة فيها المنهج، وحتى التفسير الجديد اللي هو أتى به والمسمى بالتفسير البياني هو جزء من المنهجية ومن المعرفية. فأمين الخولي مشروع تجديدي بكل معنى الكلمة، والحمد لله رب العالمين. رحمة الله عليه. فضيلة العالم الجليل أستاذ الدكتور علي جمعة، أنا شاكر جدا فضل حضرتك. شكرا لك. شكرا جزيلا لحضرتك، والشكر موصول لحضرتكم. إلى اللقاء. من السلوكيات الخاطئة الغيبة والنميمة خاصة في العمل، وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة وعن النميمة، ولا يجوز أن ينقل بعضنا عن بعض على سبيل الغيبة ولا على سبيل النميمة ولا على سبيل التجسس، لأن الله سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك. فنقل الأخبار في العمل والإبلاغ عن زملائنا واستباحة الكذب عليهم كل ذلك لا يتناسب مع أخلاقنا ولا مع آدابنا، وافعلوا هذا الأمر لوجه الله، اتركوا هذا النقل ولا تستبيحوا هذه الوقيعة. اللهم اهد العاصي وتب على من سرق ووفقه على أن يدرك أن هذه كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم وسيئة من السيئات. كره له المعصية واصرفه عنها صرفا جميلا، واغنه عمن سواك.